لكم عشاق متابعي قناه علي فلوغ، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله غساد راه نتفرج على الماتش الحسنيه تاع كادير هاد المولي ديال وجديه اللي كلو تسام الحسنيه تي دار 7 نقاط. ان شاء الله نتمنى غساد باش تحقق 3 نقاط ان شاء الله باش نغمح الصداره. وواحد تحيه واحد الاخ هادي تعزى دارس الحسنيه قال محب الحسنيه اللي هو هشام بوكرن سوق السبت. تحياتي لك خويا هشام، تبارك الله عليك. هاتي السيده تقيس الغيره الحسنيه، هاتي ياريت تشجع الحسنيه، هاتي كتا العدد الكيلومترات باش داش كتفرج الحسنيه غير لانداسكرا الظروف وراس يوفا. من هذا المنبر كنحييك اخويا هشام بوكرن. سي محمد ماذا كيبان غصه ضحى الماتش؟ غصه نتمنى الماتش يفولك ان شاء الله، نتمنى الجمهور يشجع مزيان، يشجع عندنا ويطرابي ربي ان شاء الله. شجع 90 دقيقه، شجع 90 دقيقه حتى ربي. الماتش الثاني المره الثانيه كنجيو. يلا مرحبا بكم، يلا ان شاء الله غير هضره نفتو، ان شاء الله غير هضره نفتو باش ضحنا مزا الاراء الجمهور الحسنيه. نزر ما دحتني نحل ماتشات غير هضره نكمل غراس نحد ونكشم الزوم في التيران. يلا تبارك الله عليكم الاخوان، تبعتي نحل فلوكات حافله مولوديه الوجديه غير هادي شكاد الكار المولي ديال وجديه راه كشم ستيران. دان دخول حافلة حسنية أكادير. ان شاء الله الربحه غاسه ديالك. يلا تبارك الله عليك، يلا الله يحفظك. يا مولانا زرسان ان شاء الله مربوحه اليوم بفضل الله تعالى. ايه ان شاء الله بالتوفيق الغزالات ان شاء الله 3 بوانيك بعدا حسنات اكادير ان شاء الله باش نقول الاولين ان شاء الله. ان شاء الله الله تبارك الله عليكم. ديما حسن راه عندي هاي ده بس 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 كيبان في الماتش غاسه. ايوا الماتش غاسه هذا ودا دا من جديد بعدا كتحيو. نتمنى كرات نقاط، كرات نقاط غادي قال المهم غض النظر على النتيجه، خصها غير الفوز، خصها غير نربح، غير نتقى الحوكه ديال غي نلصق النميد لا نحسب ورا الترتيب. نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم اغي ديري تحكيم نزيه صفيره نزيها كريكتين يا ويلي حق نص كرات نقاط غادي غمد حوكه ديال المهم الصداره ان شاء الله. الصداره كيس الغامه هكا يحفظ ربي. سير الله ودي دادا 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 ربي شكرا. الله سير. ديما حسن. ديما حسن ايام. ديما حسن. ان شاء الله غساد راه نربح. سميتها تقيل انت سميتها تقيل. بركو صباح عمران. ايام. يلا برافو. صحيحة. هي سير ها سير. ديما حسن يوم. كنتمنى اليوم تربح. اييه. وانتو البطولة. ان شاء الله. ونفرحوا بها. ان شاء الله. يا سميتها تقيل. مرقوس ابو عمران. يلا بصحك يا دده يا حبيبي.
حيت ما ديش تما المحبين الحسن هذا غادي غصب ان شاء الله راه ناوي يطرى بوان ان شاء الله باذن الله باذن الله باش نستمر في الصدارة ان شاء الله يعطينا ديما حسنيه ديما حسنيه يلاه الله يحفظكم 33 34 هاك يحفظ ربي ديما زين ديما زين تالي رجلون هاك يحفظ ربي الله يحفظك الله يبارك فيك السلام عليكم خويا هاني هذا داولو معاك لا 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 تعرف لي ترى بادي محتوى زوين ديال الحي كاسمات الحي وحنا راه الحي محمد والحسني راه هاد العام البطولة ان شاء الله العام البطولة ولا بد ان شاء الله ودي كاس العظام قابل هكا يحفظ ربي ديما لسه ديما سيغن هي اللي كاينة علاش ديما سيغن شي حاجة أخرى ما كاينش وغنموتو معايا ما سيغن هانتو معانا الكفن الكفن هانتو معانا وغنقولو يمازيغ سالينا
انا كنقيمو ندوز هام عليك غير خصها تحت غير كلشي دي بي خصها ديري باش دير الروح جسد وطرفه كيما زيدنا الموت وي اليوم حنايا في ملعب ديال الحسنيه ديما حسنيه اليوم يكون ديفو كوريغرافي مع الجماهير الحسنيه ديما يمازيغ ديما حسنيه ديما اكادير ديما اكادير ديما اكادير ديما يمازيغ واي واحد ديما اكادير وديما اكادير حاضر ولا البطوله ديالنا هاد العام ود العشرين وديما اكادير حاكم العالم ود العشرين اكادير حاكم العالم وديما بعدا سخوا من دوس اوروبي نحن على البطوله ان شاء الله ان شاء الله هاد العام البطوله نضمو انا من دابا معكم يوسف أكادير يحييكم من عناوين ملعب الأدرار إن شاء الله بغينا النتيجة ديالنا تكون معتبرة باش إن شاء الله نفرحوا حتى الجمهور غزالة السوسية بغينا نفرحوا عندنا النتيجة ديالنا غالي عندنا 3 بوان خصنا نديوها في التيران ديالنا وبغينا نربحوا بأي فرصة باش ما نتقلوش المباراة ديال المباراة ديال خريطة التعادل راه مزيانة في الملعب ديالنا حيت عندنا جوجلين انتصار خارج الميدان وبغينا هاد الماتش هذا بغينا الانتصار باش ان شاء الله 3 بوان ديال باش الحسنية تزيد القدام وبغينا اللقب بغينا اللقب ان شاء الله هاد السنة هادي بغينا نلعبو على اللقب ان شاء الله وكنتمناو النتيجة تكون مزيانة وكنطلب الجمهور ديال غزالة السوسية يتأبونو عندي قناة سميتها يوسف أكادير تأبونو عندي السيد ان شاء الله وبغينا ان شاء الله راه كاينة الموسيقى كاين النشاط بغيت يتأبونو عندي ان شاء الله ما كان في الفيديوهات ان شاء الله الفيديوهات الجاية ان شاء الله هادي نجيب فيكم ديالي ندير فيديو ان شاء الله ونلوحو في القناة ديالي وتأبوناو بزاف ديما حسنية على بيلا بوك زيتو زيتو زيتو